السلام عليكم وأهلا بكم فيديو جديد من فيديوهات قناة دكتور محمود ريطم. يا دكتور، أنا دايما عيني بيحصل فيها حكة واحمرار وحساسية وجفاف نتيجة استخدام الموبايل والنظر للموبايل والتاب والكمبيوتر فترات طويلة. يا دكتور، مفيش قطرة سريعة تخلصني من جفاف العين ومن احمرار وحكة العين؟ طبعا النظر للتلفزيون والموبايل والتاب وغيره لفترات طويلة بيؤدي إلى مشاكل في العين، ممكن يحصل احمرار، حساسية، جفاف للعين. عشان كده يفضل إن أنا أبعد عن الموبايل أو التاب يعني مسافة كويسة كمان، وما عدش فترات طويلة عليه. وياريت برضو كل نص ساعة حاول أغمض عيني شوية عشان أريح العين، أغمض عيني حوالي 5 دقايق 10 دقايق. وكمان مع استخدام قطرة تعتبر أول قطرة في مصر تحتوي على مضاد احتقان ومضاد لحساسية العين، وكمان في نفس الوقت بتحتوي على مرطب وملطف ومعالج لجفاف العين. القطرة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي بريفاكوند قطرة. بريفاكوند قطرة قطرة متميزة وقطرة فعالة، لان فيها مضاد الاحتقان والحساسية اللي هي مادة التترا هيدروزولين هيدروكلورايد اللي بتقلل الحمار والحساسية والالتهابات. كمان وجود مادتين، المادتين دولت اللي هو مادة البوفيدون ومادة الكحول بولي فينايل اللي هي بولي فينايل الكحول. المادتين دول بيشتغلوا كمرطب للعين وبيمنعوا جفاف العين. قطرة بتشتغل بمفعول ثلاثي، بتخفف احمرار العين، بتخفف حرقان العين، بتخفف كمان بتساعد على تلطف وترطب العين. القطرة دي استخدامها بنحط نقطة لنقطتين من القطرة دي في العين اللي بيحصل فيها التهابات من 3 مرات ل4 مرات في اليوم. القطرة دي أمنة، ملهاش أي موانع استعمال أو أعراض أو بتسبب أعراض جانبية. القطرة دي زي ما قلنا بتعالج الحمار والحساسية والالتهابات العين، لو حمار نتيجة عفرة، نتيجة تراب، نتيجة لو في جفاف وحمار نتيجة النظر للكمبيوتر والموبايل فترات طويلة بتنفع تستخدم ليهم. وقلنا استخدامها نقطة نقطتين في العين 3 مرات في اليوم. وطبعا قطرة العين لما بتستخدم لما تتفتح بس شهر واحد بس، وبعد كده خلاص لا يتم استعمالها. البريفاكوند قطرة في بس حاجة عايز انبه عنها، ان لو الشخص بيستعمل عدسات لاصقة ياريت انه يقلع العدسات ويحط طبعا القطرة ويرجع يركب العدسات بعدها بعد حوالي ربع او نص ساعة. القطرة دي سعرها عامل 13.5 جنيه، ودي متوفرة في جميع الصيدليات. يا رب أكون أفدتكم بأفضل وأول قطرة بتعالج الحمار والاحتقان والحساسية وفي نفس الوقت بتعالج جفاف العين موجودة في مصر. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.